غنايم خليل بن ناصر بن منصور الشهواني من يحتل المركز الأول ويقدم لنا غنايم لصدارة الشوط. بينما المركز الثاني متعبه يحيى بن الصغير بن قنون في المركز الثاني في هذه اللحظه مشاهدينا الاعزاء. بينما المركز الثالث تقدمت الشاهينيه لمنصور بن محمد بن منصور الهاجري في المركز الثالث في هذه الاثناء. اما المركز الرابع نقله الى تواجد هنا مشاهدينا الكرام. طفل احتلت المركز الرابع تعود ملكيته مشاهدينا الاعزاء لاحمد بن خليفه بن حاسوم الدرمكي يتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس شعار المهيري يقدم لنا نوف احمد بن حمد بن مبارك المهيري ونوف اسمها من ثلاث حروف ما شاء الله. هذه الخمس المراكز الاولى. نشوف المركز السادس ونتابع ناصيه مانع بن يمع بن خميس الغويص في المركز السادس. المركز السابع هذه اللي وصلت الان العنود عبد الله بن محمد بن زعل الفلاسي يحتل المركز السابع. والمركز الثامن تقدمت الشاهينيه لمحمد بن علي بن سعودي الاجتبي ياتي في المركز الثامن مشاهد الاعزاء. بينما المركز التاسع اللي وصلت الان دلمه سالم بن راشد بن سعيد العويسي. والمركز العاشر هناك تقدمت الشاهينيه سعيد بن مبخوت بن عيضه العامري يحتل المركز العاشر. هكذا ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء الاسماء العشره الاولى المنطلقه حيث نسير بهذا الشوط الذي يتواجد فيه اسماءنا تقريبا 40 مشاركه من خلال هذا اللقاء. لكن نعود الى البدايه، نعود الى المتعه والاثاره، نعود الى المفاجات اللي تحملها لنا هذه الاشواط. في كل شوط اسماء سلالات قمه في موسم يعني جديد وموسم حافل بالانجازات وموسم نشط تماما امام كل المتابعين وامام كل العيون اللي تناظر وتراقب النوعيات الفريدة من السباق. المركز الأول يحيى بن الصغير بن قنون يقدم متعبه الآن حيث تسلل إلى صدارة الشوط. بينما المركز الثاني هذه غنايم يا سلايم، هذه غنايم والعزايم تجيب الغنايم. خليل بن ناصر بن منصور الشهواني يحتل المركز الثاني مشاركة من الشعارات القطرية والخليجية في هذا الصباح. المركز الثالث نوف من ثلاث حروف تتواجد احمد بن حمد بن مبارك المهيري يحتل الان المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء اللي وصلت خذت هذا الموقع. والمركز الرابع اشوف هناك العنود لعبد الله بن محمد بن زعل الفلاسي يتواجد على المركز الرابع. لكن بالسعودي يتسلل مع الشاهينيه مع محمد بن علي بالسعودي الاجتبي. لكن اشوف الهجوم يا سلام، بدت اللقاية تتقدم. وحرك اللي بتحرك الكيلو الخطير. والمركز الاول لا زالت متعبه والعصه في البطان ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء. مشكور يا البنت لي مشكور. بينما المركز الثاني هناك غنايم ياتي مشاهدينا الاعزاء بغنايم من خلال الفوز والانتصار. خليل بن ناصر بن خليل الشهواني يحتل المركز الثاني. لكن نوف احمد بن حمد بن مبارك المهيري بدات الان تتسلل تتحرك تتقدم. هذه نوف مشاهدينا الاعزاء. المركز الثالث وصلت الظبي حمد بن مطر بن عميره الشامسي واصل للمركز الثالث. لكن عوده الى نوف طارت، نوف حلقت مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات اللي اسمها من ثلاث حروف تروح الى المركز الاول. لكن متعبه ما تستسلم راحت مع استراحه المحارب لكن عادت من جديد بنشاط اخر. نوف ومتعبه اللحظات الاخيره نوف وسلام عيناوي سلام احمد بن حمد بن مبارك المهيري جود مورنينج. بينما المركز الثاني متعبه يحيى بن صغير بن قنون، المركز الثالث حمد بن مطر بن عميره، المركز الثالث خليل بن ناصر بن خليل الشهواني، المركز الرابع بين المركز الخامس هذه اللي وصل الطرب جابر بن محسن بن جابر الجربوعي المري هو من حل مشاهدينا الكرام في المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس لكل الفائزين. نعود بالتوقيت الزمني أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء حيث
نوف سجلت لنفسه حضور في هذه الانطلاقة. أحمد بن حمد بن مبارك المهيري بست دقائق ثلاث ثواني أربعة أجزاء من الثانية، هو توقيت زمني تانينا والناموس المهيري على هذا الفوز والانتصار يا أبو حمد. بينما المركز الثاني وصلت متعبة ست دقائق ثلاث ثواني سبع أجزاء من الثانية، تانينا والناموس ليحيى بن الصغير بن قنون بن يرادة الاجتبي على الفوز والانتصار. المركز الثالث لحظات الوصول مشاهدينا الأعزاء مطر بن حمد بن عبير الشامسي قدم لنا الضبي اللي حلت المركز الثالث ست دقائق سبع ثواني وتسعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات ويتجدد اللقاء بحضراتكم في أشواط صباح هذا اليوم، وسن اللقايا ضمن فعاليات تمهيدي المرموم في هذه الانطلاقة في بداية هذا الموسم والميدان.